يامي. هذا لك تفضلي. صغير جدا، هل هو للدمى؟ ها فعلا للدمى. انظري خاصتك ايضا صغير. ها وانا لدي اكبر واحد. اوه شخص ما يرن علينا، يجب ان افتح. لقد ذهبت. الان سنأكل كعكتها، اليس كذلك؟ بالطبع سوف نأكلها كلها بالتأكيد. كم هي لذيذة، فقط خلابة، شهية جدا. هاي ما الذي يحدث هنا؟ أين كعكتي؟ أكلتها كلها؟ حسنا ماذا سأفعل بكم؟ أوبس أنا آسفة. لنبدأ، إنه تحدي. مصاصة كبيرة، مدهش. وأنت خاصتك صغيرة، مصاصتي هي الأكبر. حسنا مصاصتي صغيرة لكنها لذيذة، سأكلها الآن. جيدة جدا، بنكهة الفراولة، كم هي شهية. انظري ماذا تفعل، انظري. ما بك، لماذا تضحكي؟ بالفعل العصا. حسنا هيا كلي أنت. إذا سأكل خاصتي، الغلاف يطير. إنها حمراء وجميلة. ما بك؟ غلافك؟ أوبس آسفة. سوف آكلها الآن، طعم رائع. لكن للأسف ليست كبيرة كفاية. هاي أنت مرة أخرى. عفوا لم أقصد. حسنا الآن سأكل خاصتي. لا أستطيع رفعها، الحلوى ثقيلة جدا. هيا لنجرب معا. لدي فكرة، سأخذ النظرة الواقية وبالطبع المطرقة. ماذا تنوي القيام به؟ الآن سترين. نعم هذا رائع، لن أحتاج هكذا إلى رفع المصاصة بأكملها. سأخذها قطعة قطعة. لنتذوق الآن. كم هي حلوة ولذيذة، تذوب في الفم. طعم رائع وحلو جدا، يا لها من بهجة. سوف آكلهم كلهم، طعم لا يصدق. أوشكت على الانتهاء، كان رائع ولذيذ. وهذه آخر حبة، شهية. إذن أنا الأسرع. ما هذا؟ قليل جدا. وأنا لدي كوكاكولا عادية. ماذا لديك؟ أنا لدي زجاجة كوكاكولا ضخمة. نعم إنها الجائزة الكبرى. وأنت صغيرة جدا، هيا اشربي. حسنا سأفتح هذه الزجاجة وأتذوقها. واو إنها ليست كوكاكولا، إنها جيلي. واو هذا رائع وجميل، سأجرب. جيلي لذيذ جدا، أنا أحب جيلي. أريد أكثر. للأسف انتهى كل شيء. في الواقع كان لديك القليل. هيا اشربي أنت. حسنا أنا لدي زجاجة كاملة من الجيلي اللذيذ، من الرائع أن أشربها. وهذا يعني أنني سآكل هذه الزجاجة بأكملها. كيف تأكلها؟ هذا لذيذ، هناك القليل المتبقي، سأحاول إخراجه. إصبعي عالقة، ماذا يجب أن أفعل؟ كيف يجب أن أساعدها؟ فكرة؟ سوف يساعدنا الزيت بالتأكيد، سأسكب الزيت على إصبعك. أعطيني هنا، هذه هي الوصفة الصحيحة. هذا أفضل، لنجرب الآن. لنسحب، هذا كل شيء. إصبعي مغطى بالزيت الآن. وماذا إذن؟ إصبعك سليم. إصبعي مقرف، أحتاج إلى مسحه بشيء، سأمسحه بنفسي. انظري ذهبت الكوكاكولا. هاي هذه الزجاجة لي، سأخذها الآن. إنها ثقيلة جدا، ولكن كيف مذاقها؟ فقط خلاب. ماذا تفعل لتوقفي عن ذلك؟ إنه ألذ شيء أكلته على الإطلاق، أريد أكثر. لا، إنها تأكل مثل الخنزير. لكنني سعيدة جدا، كان لذيذ. وأصابعي سألعقها أيضا.
أنا الأولى، ماذا يوجد هناك؟ أوه، ما هذا؟ لماذا هي صغيرة جداً؟ ليس عادلاً. هيا افتحي خاصتك. نعم، حسناً، لننظر. أوه، لدي بيتزا رائعة، أنا سعيدة. والآن أنا، لنرى. واو، لدي بيتزا كبيرة، فقط ممتاز. واو، يا له من حجم. لنبدأ بالبيتزا الصغيرة. حسناً، هذا حرفياً لقمة واحدة. بالطبع سوف أكلها. أوه، إنها لذيذة جداً لكنها صغيرة جداً. لم أحصل على ما يكفي منها على الإطلاق. وهذا كل شيء. يس. الآن أنا. كيف سأكلها؟ لدي فكرة. سوف أقطعها هكذا وآكل من المنتصف فقط. هذا سشق لذيذ جداً، ومع الجبن يذوب في الفم. رائع، الآن سوف أكل هذه البيتزا بالسشق. لذيذة جداً. أوه، كيف تأكل؟ أنا انتهيت، هذا كل شيء، كان رائعاً. هيا دورك أنت. أنا سأحضر شطيرة فائقة. سأخذ بضع قطع في فمي دفعة واحدة. إنه لأمر رائع. بيتزتي رائعة ومذهلة. أنا أحب السلام والجبن لذيذ. كيف تأكل؟ سأكلها كلها على الرغم من أنني متعبة بالفعل، لكن يجب أن أسرع. نحن بحاجة لمساعدة صديقتنا. أين القبعات؟ هيا هيا. ماذا؟ ماراثون البيتزا، ليلى البطلة. هيا إلى الأمام، هيا هيا، انطلقي. نعم، تمكنت من أكل هذه البيتزا. هاي، لنرى ماذا لدينا. أوبس، لقد حصلت على قطعة شوكولاتة صغيرة مرة أخرى. وأنا لدي قطعة شوكولاتة جيدة. وأنا لدي لوح شوكولاتة ضخم، هذا مذهل. هذا لك وهذا لي. أوه، خاصتك صغيرة، أنت تبدأي أولا. حسناً، بالنسبة إلى قطعتي الصغيرة من الشوكولاتة، سأخذ قدراً صغيراً وزجاجة من الحليب. أقلبهم جيداً. ولدي كوباً رائعاً من مخفوق الشوكولاتة، سأشربه بكل سرور. إنه رائع جداً. أوه، ماذا لدي هنا؟ القليل من الشوكولاتة. أوه، مشروب ممتاز، هذا ما أحتاج. أود أن أشرب 10 مثله. حسناً، دورك الآن. حسناً، أنا سأتناول قطعة الشوكولاتة هذه. إنها رائعة، سأكلها فقط. تذوب في الفم، هذا لا يصدق. لكن يجب أن تكوني أكثر حذراً. هذا أمر مذهل. هيا تناولي الشوكولاتة الخاصة بك الآن. لكنها كبيرة جداً ولن تناسب فمي، علي التفكير في شيء. أها، أنا أعرف. أعرف بالضبط ماذا سأفعل بها. سأقسمها إلى قطع وأضعها بطريقة مختلفة. هكذا. يس. أضع هذه القطع هنا وهناك. أوه، ماذا تفعل؟ وها هو منزل رائع من الشوكولاتة، أليس كذلك؟ سوف آكل هذا المنزل بسرور وسوف يتناسب مع فمي. بالتأكيد من الأسهل تناول هذا المنزل أكثر من قطعة شوكولاتة واحدة ضخمة. أريد ذلك أيضاً، ربما يمكنك مشاركتي. لدي الكثير من الشوكولاتة لكنني أكلت كل شيء بالفعل. إذن سأعود وسنرى من سيفتح أولاً. أنت، هيا. حسناً. أوه، لدي بسكويت مع حليب، جيد. الآن أنت. أنا لدي بسكويتة صغيرة جداً، بالكاد أستطيع رؤيتها. ما الشيء المضحك؟ هيا افتحي. حسناً. أوه، يا لها من بسكويتة ضخمة. أنت تأكلي أولاً. ماذا سأفعل بهذه الصغيرة؟ سأنزلها إلى قاع كأس الحليب، وبالطبع سأسقيها بالحليب جيداً. 1، 2، 3، وهذا كل شيء. كانت لذيذة. والآن لدي كوب ضخم من الحليب. أنا أعشق الحليب، لذيذ جداً. متى ستتعلم كيف تأكل جيداً؟
سأشرب كل شيء، لقد كان لذيذ. هيا كلي بسكويتتك الآن. حسناً، هذه البسكويتة ذات نكهة رائعة. سقطت في الحليب، وماذا أفعل الآن؟ ربما سأشرب كل شيء. بالطبع هناك بسكويتة متبقية. هاي، هذا لن ينفع. سأحاول إخراجها، ربما هكذا. لقد تضخمت وأصبحت لذيذة وناعمة للغاية. تبقيت أنت مع بسكويتتك العملاقة. يا فتيات لا تغاروا، لدي بسكويتة كبيرة لكن كأسي صغير جدا. توصلت إلى فكرة. ربما أسكب الحليب هكذا في المنتصف وآكل البسكويتة. واو، هذا رائع، لذيذا حقا. كم أريد ذلك. كان لذيذ فعلا، لكن هناك شيء ما سيحدث. يا لها من رائحة. يا بنات ما خطبكم؟ اليوم عرضنا لكم فيديو رائع، شاهدوا قناتنا، اشتركوا، ضعوا اعجابات وابتهجوا معنا. لدينا الكثير من مقاطع الفيديو المضحكة، لذلك ترقبوا. وداعاً.